السياحة العالمية امبارح الأقصر برضه اشتغلت في الموضوع ده. طبعا أسوان السياحة اللي فيها سياحة متعددة، مش آثار فقط أو سياحة ثقافية، بقى فيها حاجات كتير جدا مش واخدة حقها. معرفش ليه يعني، أنا مش هل هو من الناس المسؤولين عن السياحة في الأقصر أحسن مننا ولا أشطر مننا، مش عارف. لكن هو اللي على ما يبدو ان هم فعلا اشطر من كده. السائح بيجي يقعد في الاقصر اكتر ما بيقعد في اسوان، اسوان بيقعد فيها يومين بليلة واحدة. بيبقى كل الرحلة بتاعته كلها في الاقصر. اسوان ما هي الا معبد ادفو ومنبو وفيلة منتهيت على كده. الروسيلة اللي بقى بتتعلم بس يومين في السنة، وغير كده أي نعم. يعني بس يمكن عشان طول المسافة بيبقى قليل شوية. لا بالعكس، كويس أكتر من النزول بتاعي. أكتر من إيه؟ اه